حقا سعيد جدا وشرف أيضا أنني أنتقل من مدينة الرباط إلى مدينة أكادير بحضور تكريم ديال واحد العلامة أو هرم من الأهرام ديال الكاريكاتير وديال المواضيع الساخرة والمسألة تتعلق بالخصوص باسم اللي هو معروف على الصعيد الوطني والعربي والدولي اللي هو السي محمد الفيالي رحمه الله. السي محمد الفيالي تجربة فريدة من نوعها على المستوى الوطني اللي كرس واحد النوع من السخرية والنقد ديال المظاهر سواء اجتماعية أو اقتصادية وحتى سياسية منها في واحد الوقت اللي كان المجتمع المغربي كيعرف فيها واحد الاحتقان حقيقي وكانت البدايه ديالو تقريبا في الثمانينات. محمد الفيلالي تدرج يعني على مستوى واحد مجموعه من المنابر اللي هي ورقيه ديك الساعه اللي كانت هي اللي السائده الى حين انه اصبح امبراطور ديال واحد مجموعه ديال الصحف المتنوعه. السي محمد الفيلالي ما بقاش مقتصر فقط على الكاريكاتير والجرائد الساخره بل تعدى ذلك الى الفن والرياضه. السي محمد الفيالي كيبقى دائما قدوة للشباب اللي هو اليوم كذلك اخترق هاد الساحة الفنية اللي صعبة واللي ماشي اللي كتمثل تقريبا واحد الجزء كذلك مهم في المجال الإعلامي. إذا كان الكاتب الصحفي كيكتب بالقلم ديالو وكيعبر على واحد المجموعة ديال المشاكل أو حتى تغطية إعلامية ف الكاريكاتير ولو انها فيك صوره مصغره ولكن فكره كبيره وهذا هو في كي يتجلى يعني نقول الصعوبه ديال الامتهان هذه الحرفه لان حرفه لا يمكن ان يمتهنها مهما كان اللي ما عنده واحد الفطره وعنده واحد فطره يعني فنيه اولا وثانيا ديال الذكاء باش يمكن يخلق الفكره باش خلق الفكره من موضوع كبير. هذا هو الاجتهاد الكبير وهذا اللي كان كيتميز به السي محمد الفيالي اللي تقريبا اليوم كاين هناك تلاميذ اللي تلمذوا على يدو اللي اليوم هما كبار ولاو معروفين ايضا حتى هما على المستوى العالمي واللي يعني الشهاده الحقيقيه هي ديال اليوم ديال التكريم ديالو في هذا المهرجان اللي كيسهر عليه واحد من ضمن يعني الاقلام او الريشات ما نقولوش الاقلام نقولوا الريشات اللي تمرنوا على يد السي محمد الفيالي. السي محمد الفيالي كان واحد الانسان اللي لا يبخل في العطاء ديالو كان لبيب كان يحب هاد المهنه دي رغم المتاعب ديالها ورغم ما جلبت عليه من مصاعب ومتاعب ومطاردات ايضا وإلا كان هناك تضييق واحد يعني في الساحه السياسيه ولكن رغم ذلك تحدى كل هذه الصعاب هذا وبقى الى ان وفاته الماليه بقى رجل كاريكاتيري حتى في كلامه حتى في اسلوبه حتى في نمط عيشه وفي حياته حتى مع اولاده ومع اصدقائه بقى دائما ذاك السيف يعني اللي هو ديال السخريه وديال الكاريكاتير اللي عنده المعنى ماشي ذاك السخريه اللي هي يعني القدحيه او ديك السخريه البخسه ولكن ديك السخريه اللي عندها المعنى الحقيقي واللي يمكن يعني تخرج منها فكره ومن فكره يمكن تخرج موضوع ومن موضوع يمكن تخرج كتاب. كاريكاتير افريقيا هذه السنه كيكرم المرحوم محمد الفيلالي. محمد الفيلالي اللي كيتعد الاب الروحي للصحافه الساخره صدر واحد مجموعه ديال الجرائد الساخره تقريبا تفوق واحد سبعه الجرائد منها اخبار السوق اللي كانت تبيع اكثر من 170 ألف نسخة في أيام السبعينات كذلك أسبوع الضحك العقرب أخبار البوق الغربال مجموعة من الجرائد وكذلك أعطى حتى في الصحافة الوطنية أعطى مجموعة من الجرائد كالمواطن السياسي والنخبة والسياسي وحتى الصحافة ديال ديستراكسيون ديال اللعب لي موفلاشي ولا الخل وكذا
مجموعة من الجرائد. السيد المرحوم الفلاني رحل عنا هذه الأيام تقريبا 3 أشهر أو 4 أشهر. احنا كنا كنحضروا المهرجان وكذا، نلتقينا به وجلسنا معاه وكذا وحكينا كثير كثير على التجربة دياله، ولكن للأسف نص قدر الله سبحانه وتعالى أنه يرحل عنا في وقت كنا محتاجين أنه يحضر معنا لهذه الدورة. هذه محمد الفلالي لم يعطى له حقه كما أعطي لغيره، فهو أعطى الكثير ولم يأخذ شيئا، هو اشتغل كثيرا وأعطى مجموعة من الرسامين منهم المرحوم حمودة وعبد الله الدقاوي وأنا فلوس وحتى أنا بالناجي الناجي. أول شغل عندي اشتغلت مع المرحوم محمد الفلالي في أسبوع الضحك في أيام التسعينات، حيث كانت صحافة مزدهرة وكان المنتخب كانت نتائجه عكسية، مش بحال دابا لكن نتائج إيجابية كانت، وكنا دائما نسخر من المنتخب وكذا، ليس سخرية عادية ولكن سخرية حبا في حتى يكون هناك نفس وإعطائهم بوفي الأكسجين حتى يحسوا بوطنهم ويعطونا نتائج إيجابية في المستقبل. هذه الدورة أخذت اسم دورة المرحوم محمد الفلالي، حتى وضعنا صورته باش العالم كله يرسمه. مثلا دابا شاركت معنا أكثر من 70 دولة، كلهم تقريبا واحد 400 رسام من العالم رسموا المرحوم الفلالي، كل واحد رسمه بطريقته الخاصة. هناك الصيني والهندي والتركي والإيراني والفرنسي، وكل عنده طريقته الخاصة في رسم البورتري. والحمد لله احنا عندنا دابا مجموعة من البورتريهات ديال المرحوم، واختارينا واحد من المجموعة اللي غادي تفوز معنا في هذه الدورة.